مشكلة التهابات أو الإصابة العدوى البكتيرية للجهاز التناسلي أحد المشاكل اللي بتيجي لنا كتير، وبيبقى للأسف لما بقاش فيه أعراض بيتم تجاهلها من الرجل، وهو من غير وعي بيبقى عارف إن هو مش عارف إن هو ممكن يضر ويأذي نفسه، خصوصا من وجهة نظر الإنجاب. الجهاز التناسلي كله من أو كل أعضائه عرض له عرضة إن هو يصاب بعدوى بكتيرية، من أول البروستاتا للحويصلات المنوية للبرمخ للخصية، كل الاعضاء بتاعه الجهاز التناسلي قابله ان هي تيجي التهاب. لكن المشكله الكبيره اللي بتواجهنا ان ممكن يكون في التهاب وبدون اعراض، وده اللي بنكتشفه لما الراجل بيجي معاه سائل منوي، بيجي فيه مع سائل منوي ممكن يكون كله طبيعي او في مشكله في الحركه وفي خلايا التهاب. خلايا التهاب اللي هي الباس سيلز هي مش بكتيريا، خلايا التهاب هي خلايا مناعيه موجوده في السائل المنوي، عشان كده المصطلح العلمي اسمه ليوكوسايتوسبيرميا. ده لازم بنفرقه عن مصطلح تاني اسمه بكتيريوسبيرميا. المصطلحين دول يفرقوا عن بعض في ايه؟ الليوكوسايتوسبيرميا يعني وجود خلايا مناعيه فقط، انما البكتيريوسبيرميا يعني في وجود بكتيريا والتهاب تم تحديده في الجهاز التناسلي. بيبقى في ساعات ليه اعراض، تمام، حسب المكان وحسب العضو الاصوب، زي البروستاتا مثلا بيبقى في مشكله بتيجي مع التبول، او مشاكل اللي بتيجي في التهابات الخصيه بيبقى في الام مرتفع درجه حراره فيها، ديت اللي بتبقى اعراض. من غير اعراض هي اللي بتبقى مشكله اكبر، لان احنا بنتننا في ناس ممكن للاسف بيروح جاي من نفسه واخد مضاد حيوي وما عرفش هي في عدوى ولا لا من غير ما يعمل فحوصاته الكامله. اهم حاجه ان انا عشان اقدر اعرف ان في بكتيريا ولا لا، لان العلاج بيختلف. الليوكوسايتوسبيرمي او البس مجرد وجود خلايا مناعيه ليه علاج، ووجود العدوى او البكتيريا في الجهاز التناسلي ده ليه علاج تاني خالص. الجولد ستاندر او الطريقه اللي انا بقدر افرق ما بينهم هي عمليه مزرعه السائل المنوي، او ان انا بعمل مزرعه وفحص للسائل او افرازات البروستاتا. هل ده مهم؟ ده مهم للغايه، لان احنا للاسف بنشوف كتير جدا الرجل بيجي له التهابات ومن نفسه واخد مضاد حيوي، او يروح لحد ما هوش متخصص يديله مضاد حيوي مجرد انه شاف باس سيلز. لكن الخطوة الصح وانا اعرف فيه ولا مفيش عدوى بكتيرية. بالتالي لما انا بعمل المزرعة وبيطلع فيها التهاب، هنا ببدأ ادي علاج صح، لان انا بعمل مزرعة وعارف المشكلة ايه ونوع البكتيريا ايه، فبالتالي اعالج عليها صح. مشكلة العدوى انها بتأثر على الانجاب المستمر لو في عدوى بكتيرية. ليه بقى؟ لان اولا البكتيريا نفسها بتطلع مواد سامة بتقتل الحيوان المنوي، او بتتنافس مع الحيوان المنوي على الفركتوز على السكر الموجود كمصدر للطاقه، وبالتالي بيبقى الحيوان المنوي اكزوستد وبيبقى عنده مشكله في الحركه. عشان كده من احد اهم اسباب ضعف الحركه هي الالتهابات المتكرره في الجهاز التناسلي. ايضا مشكله تانية بيسببها الالتهاب والعدوى هو وجود المواد المؤكسده. المواد المؤكسده بتلعب دور مهم جدا وخطر جدا على الحيوان المنوي، انه بيأثر على الدي ان ايه، والدي ان لو باظ ده اهم حاجه، ده هو ده الحاجه المهمه اللي شايلها الحيوان المنوي، والدور المهم ان هو بينقل الدي ان او الصفره الوصيه بتاعه الرجل للبويض. في برضو حاجه مهمه جدا، ودي برضو بنحطها تحت عنوان التوعيه. الشباب فتره المراهقه بيبقى في عرضه لحاجه سميها التواء الخصي، ودي بتيجي بصوره مشابهه للعدوى. يعني بيجي الشاب دوت عنده نفس اعراض العدوى. هنا لازم ببقى تأنى جدا في تشخيص الحالة، لأن أي غلطة فيها بتودينا في اتجاه تاني خالص. لأن أنا لو عالجت حالة التواء خصي على أنها التهاب، ممكن لا قدر الله توصل لدمور الخصية دي بالكامل. بالتالي أنا هنا لازم بعمل أول خطوة في الحالات ديت إن أنا بصور بالأشعة. لو وجد إن الدورة الدموية محفزة بشكل كبير جدا، هنا لازم بيبقى تشخيصي دوت التهاب، وبالتالي بدي علاج الالتهاب، وكده ببقى انا عديت المشكله. انما لو مفيش دوره دمويه، هنا بيبقى العلاج عمليه لاصلاح الالتواء اللي في الخصيه ده، ولازم يكون ما يعديش اكتر من 6 ساعات عشان احافظ عليها، وكمان بثبت الخصيه التانيه. حاجه تانيه برضو بنحطها تحت العنوان التوعيه هي عمليه التهاب الخصيه، بنسميه مامس اوركايتس، اللي هي التهاب في الغده النخاميه، بتبقى بيحصل معاها تورم مائي. طب بالاسف برضه الناس بتروح تعالجها على انها، وده بتحصل كتير في الاطفال ممكن في الكبار، على انها مجرد التهاب بكتيري، وفي الاخر بيعالجوه غلط، لان ده بيبقى علاجها بالاغلب كورتيزون عشان اقلل التورم المائي فيه. ولذلك الوعي
تماما من موضوع الالتهابات والعدوى اللي في الجهاز التناسلي، بيحافظ على الخصوبة لدرجة